الإجراءات والتباعد الاجتماعي لأنها ضرورية للوقاية ولسلامتكم وتجنب الإصابة بالعدوى جراء التساهل في هذه الإجراءات الوقائية لا سمح الله. وردنا أيضا سؤالان متشابهان من العين الإخبارية ومن تلفزيون الشارقة. هل اعتمدت وزارة الصحة الإماراتية أحد الأدوية المعلن عنها مؤخرا؟ من قبل مؤسسات بحثية وشركات دولية كدواء كورونا؟ طبعا هناك لجنة طبية متخصصة لمراجعة الأدوية كافة الدراسات البحثية العلمية التي تم إصدارها ووضع آلية موحدة على مستوى الدولة لهذه الأدوية وطريقة إعطائها للمرضى. تضمنت الكثير من الأدوية التي أعلن عنها من خلال الشركات موجودة في دولة الإمارات وتستخدم مثل أدوية الملاريا وأدوية الإيدز وغيرها، وبالتالي هناك لجنة طبية متخصصة لوضع هذه المعايير وتوحيد آلية إعطاء الأدوية للحالات المشتبهة والمؤكدة. وردنا سؤال أيضا من صحيفة الإمارات اليوم، لماذا لم يتم إلزام القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بعد لبعض الوظائف المكتبية؟ طبعا سؤال مهم جدا. بالفعل تم إصدار دليل إرشادي لجميع المؤسسات للوقاية من فيروس كورونا بما فيها الإجراءات الواجب اتباعها للموظفين والمتعاملين. نحن بشكل عام في القطاع الصحي نشجع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة للعمل عن بعد، وخاصة الموظفين الذين لا يتطلب وجودهم في المكاتب. كما نوصي الجهات التي لديها مراجعين متعاملين من توفير خدمات ذكية لهم تغنيهم عن وجودهم في مراكز الخدمة وبالتالي تقليل الازدحام في مراكز تقديم الخدمة. سؤال آخر من صحيفة الخليج، أين يتم تطبيق الحجر الصحي على حالات المخالطين بفيروس كورونا التي أعلنت وزارة الصحة لحين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس؟ طبعا التوجه العالمي في الممارسات الفضلى للحجر المنزلي هو الأساس بالنسبة لجميع فئات المجتمع وخصوصا القادمين من الخارج، وبالتالي تم وضع معايير متكاملة لآلية تطبيق الحجر المنزلي. من المهم أيضا التنبيه أن هناك مساءلات ومخالفات قد يتم إعلانها في حال عدم التزام الجمهور بهذه الإجراءات للحجر والعزل. سؤال آخر من الإمارات اليوم، ما هو مصير مدينة الإمارات الإنسانية عقب خروج رعاياها من الدول الشقيقة والصديقة، وهل ستستخدم كمكان للحجر في المستقبل؟ طبعا لقد تم وإعداد مدينة الإمارات الإنسانية كمؤسسة أو مكان نموذجي لأنظمة الحجر الصحي، حيث أنها مجهزة بصورة كاملة من كافة الإعدادات اللازمة للحجر الصحي، وبالتالي يمكن استخدامها متى دعت الحاجة لذلك. سؤال آخر من صحيفة الإمارات اليوم، ما هي آلية مراقبة التزام القادمين إلى الدولة للبقاء داخل الحجر المنزلي في مقر إقامتهم 14 يوم؟ ولماذا لا يتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في معرفة أماكنهم وتحركاتهم كما يحدث على سبيل المثال مع بعض المفرج عنهم من خلال نظام المراقبة الإلكترونية؟ نود أن نطمئن الجمهور بأن السلطات المختصة بالتعاون مع الجهات الصحية تعمل على وضع آلية متكاملة تشمل استخدام كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على الحجر المنزلي ووفق معايير طبية معتمدة. ومن المهم أيضا التذكير ببيان سعادة النائب العام الذي شدد على أن هناك مساءلة قانونية للمخالفات المرتبطة بالحجر المنزلي،
ولذلك فإنه من الضروري التقيد بكافة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، ونطلب من الجميع التعاون والالتزام بها. آخر سؤال من صحيفة The National: هل هناك خطط مستقبلية لإغلاق مراكز التسوق والمطاعم؟ نشكركم على هذا السؤال، والإجابة نؤكد للجمهور ضرورة تجنب مراكز التسوق والمطاعم في الوقت الحالي، وزيارتها فقط في حالات الضرورة، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك لسلامتهم وتجنباً للإصابة بالعدوى جراء التساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية. في النهاية أشكر لكم متابعتكم لهذه الإحاطة، وأدعوكم للتفاعل مع حملة خليك بالبيت، والتي تهدف إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس. نلقاكم في الإحاطة القادمة، وشكراً.